أحد الشارقة للتراث على دعوتها لي في هذا اليوم، يوم التسامح العالمي. وحقيقة هذا اليوم يحتفل فيه العالم بالتسامح، والإمارات العربية المتحدة هي الرائدة في هذا المجال. والتسامح اللي بدأت فيه الإمارات من عام 1951، يمكن ما يعرفون الناس أن صاحب السمو الله يغفر له ويرحمه الشيخ زايد زار الفاتيكان عام 1951 وأرسى مبادئ التسامح إلى آخر شيء الآن 2019، رسالة الأخوة الإنسانية. سوف نتطرق في هذه المحاضرة إلى التسامح على مستوى الإمارات، ثم أتطرق إلى فلسفة التسامح في الحياة، التسامح مع الذات والتسامح مع الآخرين، والتسامح في المؤسسة حتى تكتمل منظومة التسامح ونخرج بمخرجات إيجابية. هذه بصفة عامة عن المحاضرة اللي راح تكون اليوم إن شاء الله.